السياحة الريفية، وألف تحية لكل مواطن مصري عارف يعني إيه سياحة ريفية. في أماكن كتير جدا في العالم ملهاش مثيل، ولكن والله والله دون تحيز في أماكن أكتر في مصر ملهاش مثيل. لكن المشكلة مش فيهم، المشكلة عندنا إحنا، إحنا اللي مش بنسوق نفسنا، إحنا اللي عندنا أماكن كتير جدا جدا جدا. زي مثلا في إنا في معبد اسمه معبد دندرة، ده كلنا عارفينه، ولكن جنب معبد دندرة على طول في قرية اسمها قرية دندرة. القرية دي فيها كل المقومات السياحية للمكان اللي ممكن يبهر العالم. فعلا الكلام ده حقيقي، مش بس في إنا، في أماكن تانية كتير في مصر للأسف بتبقى مدفونة. النهاردة هنحاول يعني نستخرج مع حضراتكم المناجم الغير مكتشفة والغير معلن عنها، عشان نبين للعالم قد إيه مصر مهمة جدا جدا بأثارها وبمكانتها وكمان بالأماكن الطبيعية الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها. هنتكلم مع حضراتكم على التفاصيل، وهنكتشف الكثير والكثير من المناجم الذهبية داخل مصر المحروسة مع دكتور علي شوقي عبد الخالق، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث المجتمع الريفي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورني. الله يخليك، أهلا وسهلا. قبل ما نتكلم مع بعض يعني على الهوا، كنا بنتكلم قبل الهوا وحضرتك قلت لي إنك لسه راجع من إنا ومن الفيوم. يمكن أنا اتكلمت على إنا في البداية، ولكن الفيوم جميلة جدا 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 وفيها أماكن بديعة وخلابة، ولكن الناس تسمع الفيوم تقول لك السبع سوائي. أنا عايزة من حضرتك من خلال شرحك للفيوم تبين لي يعني إيه، وتشرح للناس يعني إيه أماكن ممكن يتوفر فيها مميزات أو ملامح خاصة بالسياحة الريفية، ويعني إيه سياحة ريفية، وهل هي فعلا عندنا موجودة بكثرة في مصر ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بنتهز الفرصة دي وبأشكر حضرتك على حسن الاستضافة، وبقول إنه إحنا بالنسبة لموضوع السياحة الريفية، هو الموضوع جه إزاي؟ إنه إحنا في يوم 29/10 اللي فات كان في مناقشة أو ورشة عمل لاستراتيجية وزارة الزراعة بالعلاقات الخارجية هنا جنبيكم، فكان من أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية هو موضوع السياحة الريفية. فعلى الفور احنا رجعنا من ورشة العمل، وانا معايا زملائي بالمعهد بقسم بحوث المجتمع الريفي، اتكلمنا مع مدير المعهد، هو راجل فاضل طبعا ونشيط، وقلنا له احنا عاوزين نبدأ مباشرة في ان احنا نشتغل حاجة على موضوع السياحة الريفية، وهو بصراحة قدم لنا التسهيلات والدعم الكافي. يعني بداية يعني انا عايز بس اعرف المشاهدين يعني ايه السياحة الريفية. السياحة الريفية هي انتقال أهل المدن إلى القرى السياحية اللي بتتوفر فيها فرص السياحة عشان يقضي يوم، يقضي يومين، يقضي ثلاثة، هو مستمتع بجمال الطبيعة والهدوء اللي هو ما بيشوفهوش أصلا في المدينة. ده بالنسبة لموضوع أو ما هي السياحة الريفية. وإذا كنا إذا كان في هناك سياحة ريفية، ففي سياحة زراعية، وفي سياحة علاجية، وفي سياحة دينية، وفي سياحة تعليمية أيضا، يعني في أنواع مختلفة. بس إحنا اللي إحنا بصدده النهاردة هو موضوع السياحة الريفية. الحقيقة مصر زاخرة بالأماكن السياحية الكبيرة العديدة اللي يمكن في ناس كتير ما سعدهاش الحظ انها تتعرف عليها او تشوفها. انا كنت في وقت قريب جدا في محافظة الفيوم، وطبعا قابلت الناس هناك في محافظة الفيوم، وعشان اعرف من خلال هيئة تنشيط السياحة عندهم ايه القرى، ايه الاماكن اللي احنا ممكن نلاقي فيها فرص للسياحة عشان نقدر نعمل عليها دراسات. فالحقيقة هم يعني عندهم هم برشور كبير لكل الأماكن السياحية في محافظة الفيوم، فاحنا خدنا أو ركزنا على قرية اسمها قرية تونس. قرية تونس دي تابع لمركز يوسف الصديق. تمام، أنا أستاذن حضرتك متوقف عند قرية يونس. قرية تونس، قرية تونس عشان نديها مساحة بشكل أكبر، ولكن أستاذن حضرتك وأستاذن مشاهدينا أننا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين كلامنا عن اجمل المناطق الريفيه اللي ممكن نعمل فيها سياحه ريفيه داخل مصر. دكتور اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك، اهلا وسهلا. احنا كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على قريه جميله جدا موجوده في محافظه الفيوم، وهي قريه تونس. كلمنا عنها اكتر. قريه تونس، قريه تونس طبعا احنا انا ما كنتش اعرفها، يعني انا رحت بالرغم ان انا تقريبا لفيت كل محافظات جمهوريه مصر العربيه، الا ان القريه دي انا كنت اول مره اروحها، وتعرفت عليها من خلال الإخواننا في هيئة تنشيط السياحة في محافظة الفيوم. فرحنا توجهنا أنا وأحد الزميلات طبعا إلى قرية تونس. وقرية تونس دي قرية في غاية الروعة والجمال. هي أولا مطلة على بحيرة قارون، وفيها صناعات، يعني أهم صناعة فيها بتجذب السائحين صناعة الفخار، صناعة الفخار والنقش على الفخار وبعض النباتات الطبية والعطرية اللي هي الزراعات الغير تقليدية. فالحقيقة لما احنا حبينا نروح القرية دي قالوا لنا أول ما تروحوا اسألوا بس على واحدة اسمها المدام إيفيلين. المدام إيفيلين دي هي على ما أعتقد هولندية أو سويسرية، جت مصر من 40 سنة وعجبها الحال في قرية تونس دي، وقررت فعلا أنها تتجوز من هنا من مصر، وأقامت في قرية تونس من 40 سنة. وهي الست دي نشيطة جدا، يعني الرغم أن يمكن سنها أو عمرها بدأ يقرب من 80 سنة، إلا أنه هي فتحت هناك، عملت لهم هناك مدرسة لتعليم أهالي القرية صناعة الفخار والنقش على الفخار، وعلمت ولاد كتيرة جدا منهم. وحتى هي أنا لما روحت البيت تخيلت مثلا هروح ألاقي فيلا وشاهقة وحاجات كده فخمة يعني، لكن برضو لقيتها قوي مستمتعة بجمال الطبيعة والبيوت، الأوض اللي هي دور واحد مبنية بالطوب الني، وعامله برضه حمام سباحه برضه معاني مش حارمه نفسها، عامله حمام سباحه كويس. وتروح تزوري بقى الاماكن دي، علمت الولاد تعليم كويس جدا مهنه صناعه الفخار والنقش عليه. حضرتك كمان كنت بكلمني بدون اقطع كلامك اثناء الفاصل انه في فندق هناك معمول بشكل طبيعي 100% جدا، حتى واصلين ان هم عاملين الدواليب من الخوص. من الخوص حتى انا اتفاجئت يعني. يعني انا واقف قدام الفندق وبعدين في ولاد واقفين قدام، فقلت لهم يا جماعه فين الفندق اللي هنا؟ فقالوا لي اهو قدامك اهو. انا مش متخيل ان ده فندق طبعا. فدخلنا الفندق عباره عن اوض، هو مش متعدد الطوابق، هو عبارة عن أوض متفرقة في حمام سباحة. الأوض طبعا مبنية بالخامات الطبيعية بتاع البيئة، السقف بتاعه من الخوص، الدواليب اللي من الريف بيتفرج علينا الوقتي معمولة من الخوص اللي كان بيتعمل منه قفصة اللي بيربوا فيها الكتاكيت. الكتاكيت عاملين كده، عاملين هذا الكلام ده من الخامات دي. حتى انه برضو الوجبات اللي بيعملوها في الفندق ام صاحب الفندق واخواته وقرايبه بييجوا يعملوا مثلا عندهم وجبة الفطار، مثلا كانوا يعملوها من الفطير المشلتت والجبنة والعسل ومعرفش ايه، وجبة الغداء يعملوا مثلا الاكلات الطبيعية الحلوة بتاعتنا، الملوخية والبط والحاجات دي. الحاجات دي والحياة دي بتستهوي او بتجذب السائح الاجنبي. حتى انا بقول له هو الليله في الفندق هنا بتتكلف كام؟ فقال لي هو ما مش عايز اقول اسعار يعني، لكن مبالغ كبيره. وقال لي على فكره احنا عندنا بالحجز هنا لمده اسبوعين سياح جايين من هولندا. تمام. بيحبوا قوي ييجوا يباتوا في الفندق ده في المكان ده، لانه هو فعلا مكان يعني للي هو جاي من بره أو للناس اللي جايين من المدن بيستهويهم، عاوزين بقى يسيبوا الصخب والزحمة اللي في المدينة عشان يروحوا في الهدوء طبعا الكامل الرائع
وكمان بيركبوهم خيل وبينزلوا يركبوا قوارب، حاجة غاية يعني في المتعة. دي يعني دي سفاري بس على الطراز الريفي الجميل. على الطراز الريفي الله. الجميل طبعا احنا لو قعدنا نتكلم على محافظات مصر جميلة كلها مش هنقدر كلها طبعا حلوة. نقول ان في بس واحدة اجمل من التانية يعني. بالظبط. ايه تاني يا دكتور؟ يعني انا عايزه اخد من حضرتك على قد ما نقدر، حضرتك قلت لي مثلا المنيا لا فيها أنا اماكن جميله، وانا انا رحت انا بصحبه زميل فاضل ليا، رحنا انا طبعا. انا طبعا انا بصراحه يعني باشيد بالسيد محافظ انا، لان الحقيقه مش عايز اصور لك، انا دي غايه في الروعه والنظافه والجمال، ما عندكش فكره قد ايه، ولما تشوفيها تقولي ان انا برضو ما اديتهاش حقها في الوصف. محافظه انا طبعا احنا رحنا اتعرفنا على ثلاث قرى هناك، منها قريه دندره دي في مركز انا، وفي قريه اسمها قريه الدير الغربي، وقريه اسمها حجازه ابلي. الثلاث قرى كلهم قرى سياحيه. يعني مثلا احنا هنتكلم على قريه دندره دي. قريه دندره دي فيها معبد طبعا معروف ومشهور، كل الناس يمكن عارفاه، اللي ما شافهوش يبقى قرا عنه في التاريخ، اللي هو معبد دندره. لكن بجنب معبد دندره بقى في قريه اسمها قريه دندره. والحقيقه احنا طلبنا ان احنا نروح، لان هم برضو في المحافظه رشحوا لنا قريه دندره، وقالوا لنا القريه دي قريه سياحيه في المقام الاول. ولقينا بقى في قرية دندرة عندهم ما شاء الله الشباب رائع رائع يعني، وشغالين، ومنين ما تقول لهم انت على اي حاجة عندهم استعداد، واستعداد طيب، لان هم يتجاوبوا ويتعاونوا في 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 اي حاجة تنمي بلدهم يعني. فقرية دندرة طبعا بالاضافة لانها قرية كلها مطلة على النيل، وده يعني دي السياحة بقى البيئية، ان الانسان يروح يتفرج على جمال الطبيعة، جمال الطبيعة. بالإضافة لعندهم زراعات غير تقليدية عندهم هناك، وزراعات الموز الكثيفة هناك في دندرة، وعندهم برضو صناعات للفخار، وعندهم برضو على ما أتذكر رياضة اسمها رياضة التحطيب. ورياضة التحطيب دي اللي كان بيشاهد الأفلام العربية القديمة، اللي هو كان الصعايدة يقعدوا يتبرزوا بالعصا قصاد بعض دي، فدي برضو رياضه تستهوي السائح ان هو يحب يتفرج عليها. بالاضافه انها قريه اهلها ناس طيبين جدا، واحنا حتى انا سالتهم انا وزميلي، انتوا عندكم استعداد يا اخواننا لما السائح وهو بيزور معبد دندره وجاي عندكم تستضيفوه وتقوموا معاه بالواجب وكده؟ قالوا قوي احنا ما عندناش اي مانع. فعرضنا عليهم فكره اللي انا حكيت عليها لحضرتك دلوقتي، فكره انشاء البيت او الفندق البيئي اللي هو من الطبيعه. من الطبيعه. فقالوا خلاص احنا يعني هنفكر في الموضوع ده. حتى هو برضو للعلم يعني، اذا كان حضراتكم تاخدوا كاميراتكم وتروحوا عندهم مهرجان يوم 2/1 و3/1 و4/1، وحتى هم الحقيقه قلنا لهم يعني احنا نفسنا نجيب معانا الكاميرات ونصور هنا وبتاع. ده مهرجان ايه؟ هم عاملينه مهرجان تقريبا للسياحه. 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 فعرضنا معاهم عليهم فكره ان هم يعملوا فندق على غرار الفندق اللي هو معمول في قريه تونس اللي كلمت حضرتك عليها دلوقتي. فقالوا والله احنا هندرس الموضوع، احنا هنعمل اجتماع النهارده في قصر الثقافه، عاملين هم زي بيت ثقافي كده صغير بيجتمع فيه الشباب. وفعلا تاني يوم جلنا الاستراحة في مقر العاصمة في هنا، وقالوا يا دكتور احنا ان شاء الله احنا درسنا الموضوع في مجلس الاجتماع امبارح بتاع الثقافة عندنا، وقررنا فعلا ان احنا هنبني او هننشئ البيت الريفي ده. فلا يمنع ابدا ان الراجل السائح اللي جاي يزور معبد دندره يحود على القريه دي وعلى الفندق كمان. وعلى الفندق نشوف استاذ فتحي من مواطني او قاطني قريه دندره. اهلا بيك استاذ فتحي. نعم استاذ فتحي، نوطي التلفزيون شويه استاذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. حاضر
تفضل. احنا من دندرة يا عم، احنا يعني نشهد يعني بالصلاة على النبي على دندرة، وناس دندرة وناس مزارعين الموز ومزارعين ما شاء الله على دندرة. احنا يا استاذ فتحي قاعدين نتكلم عليها وقد ايه انها جميلة جدا جدا، بس انت برضو ادينا ملامح كده عن الجمال الطبيعي الرباني اللي عندكم ما شاء الله. يعني احنا عندنا كل شيء، يعني عايزين اي شيء احنا هناك موجود. طب تقول للعالم ايه؟ تقول لهم تعالوا، تقول لهم قد ايه احنا عندنا قرية جميلة جدا وعندنا مناظر مش هتشوفوها بره، يعني دي موجودة عندنا بس في مصر. تقول لهم ايه بقى؟ احنا بلد الكرم، دندرة بلد الكرم. الله عليك. يعني بلد الكرم، يعني احنا نحب الضيف. انتوا اهل الكرم والجود، وانا بشكرك بجد نورتني، وبلغ بقى تحية خاصة جدا من القلب الى القلب لكل اهل دندرة الطيبين. والحقيقة يعني يا دكتور علي الطيبة والجمال، يعني للأسف انا من سوء حظي ان انا ما روحتش دندرة، ولكن من اللي بجد الاماكن اللي روحتها اللي حسيت فيها طيبة قوي قوي طالعة من القلب اسوان. اسوان البشره سمراء والقلب ابيض. احنا رايحين اسوان قريب ان شاء الله، يعني لان احنا بصدد ان احنا نعمل مسح لكل فرص السياحه في جمهوريه مصر العربيه. الله. طيب إن شاء الله. دكتور علي احنا عايزين نتكلم على الدراسه بس سريعا اللي قام بها مركز بحوث المجتمع الريفي. الدراسه دي كانت قايمه على ايه بالظبط، وكان اهم هدفها ايه؟ هو معلش يمكن موضوع الدراسه ده احنا لسه ما زلنا في طور الاعداد. يعني المرحلة الأولانية منه إن احنا بنعمل عملية مسح للقرى اللي هي فيها أكثر فرص للسياحة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بمجرد ما نخلص الدراسة دي يعني هيبقى في عرض مني أو من أحد الزملاء عن نتائج الدراسة وما توصلنا إليه، وإن شاء الله هيبقى على الخير بمصر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سريعا برضو احنا عايزين دور المزارع بقى المصري ودور الفلاح المصري والمرأة الريفية. حضرتك كنت بتقولي ان صاحب الفندق ده جاب عيلته واهله وعلى رأسهم والدته عشان تساعده في الفندق وتخلي المظهر اكثر طبيعية واكثر جمالا، انهم بيطبخوا الاكل الريفي الجميل، الفطير المشلتت، الحاجات الجميلة دي، الجبنة البيضة الجميلة، الحاجات اللي لو اتكلمنا عنها ما شاء الله مش هنقدر نتكلم حدث ولا حرج. يعني شايف انه دور المزارع المصري ازاي في تنمية السياحة الريفية وكمان طبعا المرأة على رأس الموضوع؟ المزارع المصري والراجل الريفي والمرأة الريفية والشباب الريفي دول اكتر ناس مشاركين في اي موضوع. طول حياتنا نعرف ان القرية دائما اهلها هم اللي بيدخلوا لها المية، وهم اللي بيتعاونوا عشان يعملوا لها صرف صحي، وهم اللي بيتعاونوا على اساس يخلوا القرية بتاعتهم نظيفة جميلة. الناس دي كلها، الفئات دي كلها لا يعني هم بصراحة بيبقوا اكثر مشاركة في اي موضوع من الموضوعات، لان الخير هيعم عليهم من خلال المشاركة دي. ولذلك أنا بوجه نداء من المنبر بتاعك ومن القناة الجميلة الحلوة اللي أنا شفتها بعد التطوير والجمال ده، إنه أي ناس مسؤولة عن التنمية في جمهورية مصر العربية أول حاجة ياخدوا بالهم منها إنه هم يأكدوا على مبدأ مشاركة الأهالي في أي مشروع تنموي. ودايما انا دايما في اي ندوه او في اي مؤتمر دايما بطلع اقول الكلمه دي، بقول يا اخوانا عشان اي مشروع تنموي ينجح، سواء سياحه ريفيه، سياحه بيئيه، سياحه علاجيه، اي مشروع لابد من مشاركه الاهالي، ان ناخد برايهم في كل مرحله، في كل مرحله من مراحل التنميه. الناس دي عندها فكر وعندها راي. صحيح. وعندها يعني حسن بصيره، لان هم ادرى الناس ببيئتهم وأدرى الناس بمشاكلهم، وبالتالي فإننا لما أخذ رأيهم في أي مشروع تنموي هساعد بكل قوة في نجاح هذا المشروع. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي شوقي عبد الخالق، رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث المجتمع الريفي. شكرا جزيلا ليك، نورتني. شاكر فضلك. شكرا. لو هتكلم عليك يا مصر هقول الله.
شمسك ولا سحرك يا محلاه. مصر إن شاء الله تفضل أم الدنيا وهتكون طول العمر قد الدنيا. أشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف خير. تحياتي إسراء عادل وإلى اللقاء.